بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الرابع من دروس تعليم لغة جافا. في الدرس راح نتعلم إن شاء الله مفهوم الفاريبل أو المتغير. سمينا كتبت برنامج سميته learn variable، زين. راح نعدل على البرنامج هذا بحيث إن حتى نصل إلى أن نفهم وش معنى الفاريبل وش فائدة الفاريبل في لغة جافا. طيب، هذا نفس برنامج سلام بروجرام، برنامج يطبع لنا سلام عليكم. احنا نبغى نعدل على برنامج بحيث انه يطبع لنا، نبي نبدأ بحيث انه يطبع لنا مجموع عددين 10 زائدا 5، يعني نبغى البرنامج يطبع لنا 15، 10 زائد 5. طيب الان عدلنا البرنامج، خلوا الان نحاول اننا ننفذ البرنامج. روح للتيرمينال. طبعا هذا البرنامج موجود learn variable، نقول java c learn variable dot java، ما في أي مشكلة. java الآن نبغى ننفذ البرنامج. المتوقع لما ننفذ البرنامج إنه يعطينا إنه يطبع لنا 15 اللي ناتج 10 زائدا 5، زين. طيب خلونا ننفذ الآن. ما طبع لنا 15، اللي طبع لنا فعليا هو 10 زائد 5، طبع لنا تماما بالضبط النص المكتوب بين علامتين التنصيص. ايش معنى الشيء هذا؟ او ليش الشيء هذا؟ لانه هنا في حاجة مهمة جدا، مفهوم مهم جدا في لغات البرمجة اسمه data types او نوع البيانات. خلونا نكتب الكلمة هذه زين تكملة. data type أو data types. لغة البرمجة تفرق بين لما يكون data type أو نوع البيانات نص، لما تحطه بين علامات تنصيص فراح تطبع لك إياه كما هو، ما راح تعتبره عددين وتجمعه، زين. لازم نشيل علامات التنصيص. الحالة هذه راح تتعرف الجافة على أن عندنا عدد وعدد و operator، زين، اللي هو أوبريتور الجمع اللي راح يجمع العددين مع بعضهم. خلونا نجرب الآن وننفذ، نسوي كومبايل البرنامج هذا وننفذه. سوينا كومبايل، نفذنا برنامج، فعلا الآن طبع لنا 15. إذا قبل ما نبدأ نتعلم الفاريبل مهم جدا أن نعرف data type، مفهوم data type أو نوع البيانات، زين. مهم جدا أنك تنتبه أثناء البرمجة أنه نوع البيانات اللي أنت تستخدمه. لما تستخدم شيء يظهر لك انه اعداد او شيء زي كذا، مو بالضروره معناته ان اللغه، لغه البرمجه والكمبيوتر راح يفهموا على انه عدد، زين. العمليه فيها دقه شوي. طيب، خلوا الان نحاول اننا نطبع قيمه 10 زائد 1 و10 زائد 2 و10 زائد 3 و10 زائد 4 و10 زائد 5، مضبوط، الخمس قيم هذه. فهاي طبعنا احنا 10 زائد 5، نبغى نطبع 10 زائد 4 وبرضه 10 زائد 3 و10 زائد 2 و10 زائد 1، زين. راح نطبع كل قيمة منها في سطر جديد فقط. احنا نبغى برنامج يطبع لنا القيم هذه 10 زائد 1 و10 زائد 2 و10 زائد 3 و10 زائد 4 و10 زائد 5. طيب خلونا نسوي كومبايل البرنامج وننفذ. طبعنا 11 12 13 14 15 زي ما احنا متوقعين. هذه هي الاعداد اللي نواتج الطباعه هنا عندنا. طيب نفرض الان نبغى نعدل على البرنامج بحيث انه يطبع لنا 20 زائد 1 و20 زائد 2. ايش راح نسوي؟ راح نقول 20 20 زائد 1 و20 زائد 2 و20 زائد 3 و20 زائد 4 و20 زائد 5، مضبوط. نروح نسوي كومبايل البرنامج وننفذ البرنامج. طبع لنا 21، طبع لنا متوقع. طيب لو بغينا نعدل البرنامج بحيث انه يطبع لنا 23 زائد 1 23، يعني في كل مرة لاحظ ان نروح ونعدل على كل سطر من الاسطر هذه. هل في طريقه اخرى اسهل ممكن عن طريق ان نسوي العمليه هذه، زين؟ نعم فعلا ممكن ان نستخدم ما يسمى بالفاريبل او المتغير، زين.
والطريقة كالتالي. نجي نقول هنا للكمبيوتر أو للجافة نقول اطبع x زائد 1 و x زائد 2 و x زائد 3 و x زائد 4 و x زائد 5. زين؟ طيب x هذا إيش هو؟ نجي هنا قبل عمليات الطباعة هذه نبدأ نعطي الـ x قيمة، مضبوط؟ وأرجو الانتباه هنا لكيفية إعطاء أو وضع قيمة في المتغير x أو الـ variable x. زين؟ هذا مهم جدا. راح نستخدم الأوبريتور اللي هو الـ assignment operator، وأرجو أن يكون يتم قراءته بالشكل التالي: x gets مثلا 23. زين؟ لا تقرا ابدا يساوي، دائما اقراه بالشكل التالي: x gets 23 او x is assigned 23. زين؟ او x تاخذ 23. لا تقرا ابدا يساوي، زين؟ لان هذه عمليه اسناد وليست عمليه مساواه. هذا شيء مهم جدا، هذه عمليه اسناد. في لغات اخرى مثل لغه باسكال مثلا يستخدمونه بالشكل التالي، هذه عملية الإسناد. وطبعا أنا يعني أفضل هذه، ولكن للأسف طبعا لغة سي استخدمت اليساوي لعملية الإسناد، واستمر المفهوم هذا في من بعده، ورثته جافة من لغة سي. فإذا x gets 23، زين، اللي هو أسندنا وضعنا قيمة 23 في x، وبعد كذا طبعنا هنا x زائد 1 x زائد 2 وزائد 3 زائد 4 زائد 5. إذا بكل بساطة متى ما بغينا نطبع مثلا 23 زائد 1 23 زائد 2 فقط نروح نغير العدد اللي هنا. لو بغينا مثلا نطبع 24 نجي نضع هنا 24. زين؟ طيب الآن هل البرنامج، هل خلصنا؟ هل فعلا يعني انتهينا؟ فعلا احنا استخدمنا فيريبل، لكن هل الاستخدام صحيح؟ هل في شيء ناقص؟ خلونا نحاول نسوي كومبايل. زين؟ نشوف شكل البرنامج صحيح، لكن خلونا نجرب نسوي كومبايل. لا، طلع لنا ايرورز كثيره. زين؟ في ايرورز كثيره. ليش؟ وش المشكله؟ في مشكله بسيطه بغض النظر عن كثره الايرورز. في بعض الاحيان يكون عندك ايرورز كثيره في البرنامج من الكومبايلر، يعطيك ايرورز كثيره، لكن فعليا المشكله تكون مشكله بسيطه جدا. المشكله هي كالتالي: يجب دائما في لغات البرمجه اننا نعرف المتغير قبل استخدامه. زين؟ في خطوه مهمه جدا، وخطوة نسميها declaration of the variable أو تعريف المتغير. فيجب أولا أننا نعرف المتغير x. زين؟ هنا هذه ما نسميها عملية تعريف، هذه نسميها عملية إسناد للمتغير. زين؟ أو بعبارة أخرى عرفنا قيمة المتغير. زين؟ لكن لم نعرف المتغير نفسه، إذن هذه نسميها definition، مضبوط؟ الخطوة هذه نسميها definition، بمعنى أننا عرفنا قيمة المتغير. خلونا نكتب اللغة الكلمة الإنجليزية definition. زين؟ هذه تعريف قيمة المتغير وليس تعريف المتغير نفسه. المتغير هو في مكان في الذاكرة. زين؟ وهنا حنا قلنا ضع 24 قيمة 24. زين؟ لما يجي برنامج ينفذ، إذا جاي ينفذ هذه كأننا نقول للكمبيوتر أو اللغة جافة ضعي 24 في المكان في الذاكرة اللي اسمه X. لاحظ لما الكمبيوتر يجي يحاول يضع 24 في المكان اللي اسمه x، ما راح يلقى، ما يعرف هو ايش المكان هذا x، وين موجود اصلا. اذا المهم جدا اننا نعلن او نعرف المتغير قبل اننا نستخدمه او نعرف قيمته. زين؟ وتعريف المتغير يتم بالشكل التالي: نبدا اولا بنوع البيانات الخاص بالمتغير. زي ما شفنا احنا على الاقل نوعين بيانات، شفنا نص اللي يكون بين علامة تنصيص، وشفنا نوع البيانات الرقم، مضبوط؟ فإذا هنا نعرف نوع البيانات كعدد صحيح int، وهي اختصار لكلمة integer. زين؟ هذا هو spelling حق الكلمة integer. زين؟ integer معناها عدد صحيح. زين؟ وفي الرياضيات هي الأعداد من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية بدون كسور، معنى الأعداد تشمل ناقص واحد ناقص اثنين ناقص إلى ناقص ما لا نهاية، والصفر وواحد واثنين إلى ما لا نهاية، لكن واحد ونص أو نص أو ربع أو الأعداد هذه كلها ليست مشمولة، ليست ضمن الانتجرز. زين؟
فإذا أول شيء إذا جينا نعرف متغير نعرف نوع البيانات الخاص بالمتغير وهو int بمعنى integer، ثم بعد ذلك اسم المتغير زين، ونضع علامة السيميكولون زين. هذا معناه احجز مكان في الذاكرة مضبوط لمتغير اسمه x ونوعه integer أو عدد صحيح. هذا معنى العبارة هذه زين. هذه نسميها declaration، declaration of the variable مضبوط، وهنا نسميها definition اللي هو تعريف قيمة المتغير. هنا تعريف المتغير نفسه حجز مكان في الذاكرة متغير في للمتغير هذا، وهنا تعريف قيمة المتغير أو إسناد قيمة لهذا المتغير. وهنا عاد استخدامات المتغير، نستخدم المتغير هنا نستخدم الـ x كذا مرة زين. لما نجي هنا نحاول نستخدم الـ x طبعا الجافة لاحظ ان احنا معرفين المكان في الذاكرة، حجزين المكان في الذاكرة، ولاحظ ان حاطين قيمة في المكان في الذاكرة، فما راح تواجه الجافة اي مشكلة هنا، لانه لاحظ ان لما نجي ننفذ البرنامج اول خطوة راح تسويها الجافة هي انها اولا تبحث عن مكان في الذاكرة اسمه x. نحن فعلا عرفنا مكان في الذاكرة اسمه x، وثانيا اذا وجدت المكان هذا راح تحاول ان تحصل على قيمة الموجودة في هذا المكان، وفعلا احنا وضعنا قيمة في هذا المكان. اذا انتهينا، اذا هذه الخطوات، الخطوة الاولى نسميها declaration، declaration زين، والخطوة الثانية هنا نسميها definition، declaration و definition of the variable زين، وتعريف المتغير وتعريف قيمة المتغير زين. بالمناسبة عندما نستخدم forward slash forward slash هذه معناتها ملاحظات، هذه لا تهم أبدا، الكومبايلر يهملها زين، يرميها. تقدر تكتب أي شيء تبغاه هنا، أي شيء تبغاه هنا، أرقام حروف أي شيء لا يهم أبدا، هذه ملاحظة لك أنت كمبرمج زين. إذا كنت تبغى يعني تكتبها كإضافة للبرنامج حتى نتفهم، فأنا كتبتها هنا كإضافة حتى نفهم إنه هذه declaration وهنا definition. أرجو أن يكون هذا واضح. إذا عرفنا الآن فكرة تعريف المتغير، كل متغير له data type أو نوع بيانات، له اسم زين، ونسمي هنا هذا الـ identifier زين أو المعرف حق المتغير زين، أو اسم المتغير يسمى the variable name أو identifier زين، identifier زين، ومعناها معنى الكلمة هي المعرف، المعرف حق المتغير أو الاسم حق المتغير زين. هذه مصطلحات طبعا مستخدمة في اللغة في البرمجة بشكل عام يسمونها. إذا الـ X هو الـ identifier، الـ int هو الـ data type، هذه الكلمات الـ X هو الـ identifier وهذه الـ data type نوع البيانات الخاص بالمتغير زين الـ int، و 24 هي الـ value حقه المتغير او قيمه المتغير، value of the variable زين، value of the variable اللي هي 24 زين. عمليه تعريف المتغير نسميها declaration، وعمليه اسناد قيمه للمتغير نسميها definition زين. طيب قبل نختم الدرس هذا بشروط تسميه المتغير مضبوط، هل نستطيع نستخدم اي اسم للمتغيرات؟ خلونا نحاول نعرف متغير ثاني مضبوط. تستطيع انك تغير تعرف المتغير في اي مكان، المهم انك قبل ما تستخدم المتغير لازم تعرفه. فهنا لما جينا نستخدم x لازم نكون معرفينه قبل، هنا جينا نستخدم x لازم نكون معرفينه هنا قبل زين. لكن مثلا هل استخدمنا مثلا متغير اسمه y؟ ما استخدمنا ابدا اي متغير اسمه y حتى الان، فاذا نستطيع ان نعرف هنا متغير اسمه y زين وبعد ذلك نستخدمه. لكن هل نستطيع نستخدم y هنا؟ لا ما نستطيع. لو كتبنا هنا خلونا نجرب مثلا نكتب هنا مثلا system.out.println مثلا اطبع y فقط، قيمة y بدون إضافة بدون أي شيء زين. خلونا نجرب الآن، نحاول أننا نسوي compilation، أعطانا error مباشرة، قال y غير معروف. لاحظ cannot find a symbol، ما استطعنا إيجاد symbol y هذا أو المتغير أو الرمز y هذا مضبوط.
فإذا ما يمكن أنك تستخدم متغير قبل أنك ما تعرفه، لازم تعرف المتغير بعدين تستخدمه، مضبوط؟ طيب لو عرفنا مثلا متغير y، هل ممكن أننا لو عرفنا الآن متغير y، هل ممكن أن نستخدم المتغير y؟ هل ممكن أن نطبع قيمته؟ خلونا نجرب مرة ثانية هنا. جالسي لا، ليش؟ الخطأ هو variable y may not have been initialized. ومعنى العبارة هذه إنه variable y لم يتم عمل initialization أو وضع قيمة ابتدائية فيه. فأنت هنا حجزت مكان في الذاكرة اسمه y فعليا، والمكان هذا من نوع integer، حددت الداتا تايب، عرفت الايدنتيفاير اللي حق الفاريبل زين، او اسم الفاريبل مضبوط، بس انك لم تضع قيمه في الفاريبل. الكمبيوتر لما يجي هنا راح يدور مكان في الذاكره اسمه واي، يلقى مكان في الذاكره اسمه واي، راح يدور قيمه راح يبحث عن القيمه، ما هي القيمه اللي في المكان هذا اللي اسمه واي حتى يطبعها، ما راح يلقى قيمه لان ما حطينا قيمه. فاذا لازم نعطي قيمه للمتغير واي زين، فنكتب هنا واي gets مثلا 4 مثلا او 3 زين. الان خلونا نجرب نجرب ننفذ الان. فعلا نفذ، طبعا طبعنا هنا 3 زين، بالاضافه الى الطب السيستم العمليات الطباعه السابقه هذه زين. طيب اذا دائما اولا نعرف المتغير بتحديد نوع البيانات، تحديد الاسم زين، نبدا بنوع البيانات، بعد ذلك الاسم، الخطوه هذه الخطوه الاولى الديكلاريشن، الخطوه الثانيه الديفينيشن اللي وضع قيمه في المتغير، ثم بعد ذلك نستطيع ان نستخدم المتغير زين. طيب لما نجي نعرف متغير فانه خلوا اول شيء نحذف الكلام هذا مضبوط. لما نجي نعرف متغير فهناك قواعد لتسميه المتغير مضبوط. فمثلا ما نستطيع ان نقول نبدا المتغير اسم المتغير برقم، ما نستطيع نبدا اسم المتغير برقم. خلونا نجرب نسوي جافا سي هنا، طبعا خطا على طول اعطانا ايرور زين. برضه ما نستطيع استخدام مثلا علامه سلاش في اسم المتغير، هناك عديد من الحروف من حروف special characters، وهي خلونا نضع في ملاحظة هنا مثلا من ضمن special characters اللي ما نستطيع استخدامها الكاركترز هذه. طبعا هذه قواعد خاصة بلغة جافا، قد تختلف عن لغات البرمجة الأخرى، لكن تقريبا كل الحروف هذه لا يسمح باستخدامها، الحروف الخاصة هذه لا يسمح باستخدامها في أسماء المتغيرات. من الممكن نجرب أي واحد منها، خلونا نجرب الناقص هنا مثلا الطرح، ونجرب هنا نسوي جافا سي أعطانا إيرور. خلونا نجرب مثلا علامة استفهام أو الدولار ساين، ونجرب لا فعليا يبدو أن الدولار ساين مسموح فيها في لغة البرمجة، إذا نشيل في لغة الجافا نشيل الدولار ساين. خلونا نجرب مثلا الهاش، هل مسموح فيها الهاش؟ نجرب نعرف، لا طبعا غير مسموح فيها. وهكذا بإمكانك أنك بدل من أنك تحفظ مثلا، بإمكانك أنك تجرب مرة مرتين وتعرف الأشياء، وحاول دائما أنك تتجنب شو اسمه تتجنب الحروف هذه. كثير كثير يستخدم مبرمجين أندرسكور في تسمية المتغيرات، أندرسكور مسموح به في تسمية المتغيرات في لغة جافا، هذه ملاحظة مهمة جدا ويستخدم كثيرا، ليس فقط مسموح به ولكن يستخدم كثيرا. يفضل دائما أن اسم المتغير يبدأ بحرف سمول، عندما نقول يفضل بمعنى أنه زي ما نقول يفضل أنه اسم الكلاس يبدأ بحرف كابيتال، فيفضل أيضا اسم المتغير يبدأ بحرف سمول. هذا يعني أنه لو بديت اسم المتغير بحرف كابيتال ما راح تعطيك الجافا ايرور زين، لكن يفضل كنوع من المتعارف عليه بين المبرمجين انه تبدا اسم المتغير بحرف سمول وتبدا اسم الكلاس بحرف كابيتال. كذلك لا يسمح لك باستخدام سبيس في اسم المتغير. بالامكان اننا نعرف متغير
ونسند له قيمة مباشرة، معنا نجمع الديكلاريشن والديفينيشن مرة واحدة. مثلا نقول int k gets 4، هذا شيء مسموح فيه، أو لو بغيت نجرب فعلا شيء مسموح فيه. بالإمكان أننا نعرف متغيرين في نفس الوقت إذا كان لهم نفس نوع البيانات، هذا هو الشرط المهم جدا. نستطيع تعريف declaration، نعمل declaration متغيرين في نفس الوقت بشرط أن يكون نوع بياناتهم متشابه. فنقول int k و j مثلا، متغيرين من نوع k و j، أو خلونا نستخدم مثلا أسماء طويلة مثلا first و second. زين، نضع بينهم فاصلة هنا. لو جربنا مثلا نسوي كومبايل البرنامج هذا ما في أي مشكلة. بعد كذا مثلا ممكن نروح نسند first، نقول first gets 10، سندنا وضعنا قيمة 10 في first، ونقول second gets 11. لو سوينا جافا سي ما عندنا أي مشكلة، برنامج صحيح. طبعا ما حطينا فيه أي output، فذاك البرنامج ما يطبع أي output. إذن هذا هو مفهوم الفاريبل أو المتغير في لغة الجافا. طيب، راح إن شاء الله في الدرس القادم نتوسع أكثر في الفاريبل، ونشوف بعض البرامج الخفيفة نستخدم فيها variables بشكل منطقي أكثر.